السلام عليكم. اذا في هذا التمرين ان شاء الله غنشوفوا كيفيه حل واحد الداله على شكل ln اس ام على x اس ام بلس لانفين، وغادي ناخذوا تمرين تطبيقي. اذا نبداو بالقاعده العامه. اذا حنا كنعرفوا بان الليميت ديال ln x على x بلس لانفين هي صفر، والليميت ديال ln x على x اس ان بحيث ان كتساوي ln اطوال هي صفر. اذا الليميت ديال ln اس ام ديال اكس على اكس اس ام، ln اس ام ديال اكس راه هي ln ديال اكس لكل اس ام. اذا شنو غادي نديرو؟ غنحاولو نلقاو تعبير بحال هذا. اذا لدينا الليميت هذيك الان نحاول نخرجها كأس ديال البسط والمقام. اذا ان على اكس، اذا باش ندير هذه العمليه خصني ندير هنا ان على ام. علاش؟ لان حنا كنعرفوا بان ا على بي لكل اس ان راه هي ا اس ان على بي اس ان، وكذلك عندنا اكس اس ان على ام. اذا لكل اس ان اس ام هي x أس ان على ام مضروبة في ام. اذا هي x أس ان. اذا هادشي هدا بلس لانفيني. اذا دابا المتغير عندي هو x أس ان على ام، وحنا عندنا الان ديال x. اذا غنحاول نلقى نفس المتغير، اذا خص يكون عندي هنا الالين ديال اكس اس ان على ام. اذا ممكن نكتبها على الشكل هذا. اذا دائما كنخلي الكل اس ان الالين ديال اكس اس ان على ام. اذا باش يمكن لي ندير هاد العمليه هذه خصني نقسم هنا او نضرب في المقلوب ديال ان على ام. علاش ضربنا في المقلوب؟ لان حنا ملي كنديروا الان ديال اكس اس ان على ام هي ان على ام في الان ديال اكس، وبالتالي خصني نضرب هنا في المقلوب ديال ان على ام اللي هو ام على ان. اذا ام على ان باش نختزلو بقى لنا ln اكس. اذا دابا باش يمكن لي نستعمل هذه النهايه الاساسيه خصني ندير تغيير المتغير. اذا شنو هو التغيير المتغير اللي غادي ندير؟ سنضع اكس اس ان على ام كتساوي لنا تي. اذا هذا المتغير هو هذا. اذا عندما يؤول اكس الى زائد لا نهايه فرد تي يؤول الى زائد لا نهاية، وبالتالي في النهاية تصبح على هذا الشكل. إذا الليميت، إذا تي سيؤول إلى زائد لا نهاية، أم على أن أس أم راه كيمكن لي نخرجها بوحديتها وندير لها هي أم على أن لكل أس أم، الألان ديال تي على تي لكل أس أم. إذا عندنا الالين ديال تي على تي في بلس انفيني ستؤول إلى زائد لا نهاية، وزائد لا نهاية أس أم هي زائد لا نهاية لأن أن كتنتمي لأن إطوال، وبالتالي فالنهاية ستساوي أو لا النهاية هنا ستؤول إلى الصفر عفوا، وبالتالي فالنهاية ديال هاد الدالة هادي غادي تساوي لنا صفر. الآن دابا غادي نديرو تمرين تطبيقي او مثال تطبيقي. غادي عندنا الليميت ديال ln اس 3 على اكس اس 3. اذا بنفس الطريقه غادي نديرو الليميت. اذا عندنا 3 غادي نخرجها ln ديال اكس، اذا كنخرجو 3. اذا عندنا اكس اس 2، اذا 2 على 3. اذا حتى هنا خصو يكون عندنا 2 على 3. اذا باش نحيد داك الجوج على 3 خصني نضرب في المقلوب ديالها اللي هو 3 على 2 بلس لانفين.
إذا لقينا التعبير كيمكن لي نخرج داك 3 على 2، إذا كيمكن لي نكتبها على شكل ليميت ديال 3 على 2 لكل أس 3 في الألن ديال إكس أس جوج 3 على إكس أس 2 على 3، هادشي كامل أس 3 بلس أنفين. إذا نتغير المتغير نضع تي تساوي إكس أس 2 على 3، إذا عندما يؤول إكس إلى بلس أنفيني تي تؤول إلى بلس الأنفيني، وبالتالي النهاية ترجع على الشكل هذا ليميت ديال 3 على 2 أس 3 الألان ديال تي على تي الكل أس 3 بلس أنفيني. ليميت ديال ألان تي على تي بلس أنفيني سيؤول إلى الصفر، بالتالي الصفر في عدد هو 0.